يرد لدار الإفتاء أسئلة من الإخوة الأقباط عن المواريث. نعم، كيف تتعامل مع كما نتعامل مع المسلمين تماما بتمام، لأنه الميراث يوزع عند الإخوة الأقباط كما يوزع عند المسلمين، ما في فرق. يأتون بدافع مثلا بعد الخلافات، أم يأتون برضا عنهم أصلا بدون خلافات؟ يعني لا، احنا لا ابدا، ما قابلنا مره في خلاف حدث بينهم، وانما ياتوا طواعيه لانهم يريدون تقسيم هذه التركه، وياتوا الى دار الافتاء ويتقدمون بطلب كما يتقدم اي مسلم، ونعطيهم الاجابه كما تخرج للمسلم.